حقن الدهون في الوجه بقى، ايه المناطق اللي ممكن نحقن فيها في الوجه؟ مناطق الوجه كلها، يعني كل المناطق اللي كنا بنملاها بالمواد الكيميائية اللي اتكلمنا عليها اللي هي الفيلر، بنحقن فيها دهون بكميات اللي احنا عايزينها. يعني الفيلر طبعا حضرتك دلوقتي بعد الأسعار الجديدة غالي جدا، وأسعاره معظم الناس يعني أنا لو النهاردة محتاج 3 أمبول مثلا أحقنهم في وش مريضة، مبلغ سعرهم كبير غالي جدا. جدا. فالدهون دي هي عندها كنز بقى هي مش عارفاه، دي من جسمها ببلاش كمان. وتديني الفوليوم اللي انا محتاجه، يعني انا ممكن احقن 3 أمبولات فيلر وما يدونيش برضو اللي انا عايزه واحتاج اكتر، انما بالدهون بوصل للنتيجه اللي انا عايزها بالسرعه اللي انا عايزها ودايمه والتكاليف طبعا دايمه كمان، دي مهمه بتعيش طول العمر، لان احنا زي ما قلنا هي بتعتمد. زمان كنا بنحقن الدهون زي ما بناخدها، النهارده لا، بنعالجها معالجاتها بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها دي بتفرق كتير جدا في عمرها.